إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وإياكن من النار. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان مأمور أن يتق إلى الله عز وجل وأن لا يحيد عن الطريق الموصلة إلى جنته ورضوانه، مأمور بأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. ولكن ثمة أمور قد تعوق المسلم، بل تعوقه تحقيقا عن الوصول إلى جنة الله عز وجل ورضوانه، وتكون سببا في وقوعه في العذاب والهلاك والعياذ بالله. إنها الذنوب والمعاصي التي دمرت وأهلكت الأمم السابقة. فكم قص الله علينا من أحوالهم وبين الله لنا مآلهم بسبب ما ارتكبوا وأفروا عليه من الشرك والذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي سبب لدمار البلاد والعباد. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الذنوب والمعاصي سبب لمحي الخيرات والبركات عن الناس. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن ينبغي لكل عاقل ولكل عاقلة أن يحترز عن الذنوب والمعاصي وأن يبتعد عنها قبل أن يكون المآل إلى هلاك وإلى دمار. وحديثي بإذن الله عز وجل في هذه اللحظات ليس عن الذنوب والمعاصي عموما، وإنما عن نوع واحد من الذنوب والمعاصي، ومن أيسرها وأسهلها لكنه من أعظمها ومن أخطرها عاقبة على الإنسان في دينه
ودنياه، إنها ذنوب الخلوات. وما أدراك إلا ذنوب الخلوات، فما هي هذه الذنوب وما أسبابها وما أحوال الناس فيها وما هو العلاج للوقاية منها؟ سنطرح ذلك كله بإذن الله عز وجل حتى نعرف هذا الشر المستطير. من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لترقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ذنوب الخلوات هو أن يذنب الإنسان ذنبا لا يعلم به إلا الله، سواء كان في خلوته وبعده عن الناس أو كان من الناس، لكن لا يعرف ذنبه أحد من الخلق. هذه الذنوب هي أخطر الذنوب على الإنسان. جاء عند الإمام أحمد بن علي بن دوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال سهارة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله ستم لنا جلم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من أذني لجتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر العظيم على الإنسان وعلى حال الإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي، مع أنه صاحب أعمال جليلة وأعمال عظيمة أمثال جبال سهامة، فلماذا ذهبت ولماذا صارت هباء منثورا؟ بسبب أنه إذا خلا بمحارم الله انتهكوها. فالمقصود أنه يتبين أمام الناس بالاستقامة والصلاح، فإذا ما خلا فعلى المنكرات ولا يباري. يتبين أمام الناس بالصلاة، فإذا ما سافر وصار بين في غير أهله وأصحابه ترك الصلاة. ربما يتظاهر بالصيام، فإذا ما خلا أفطر. ربما ينظر إلى المحرمات والمنكرات، فإذا ما اقترب إليه الناس غير وبدل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وأما أحوال الناس بالخلوات فثلاثة: من سره وعلانيته سواء، هو خير في السر والعلن أو على الشر في السر والعلن. فهو في ظاهره كما في باطنه، في ظاهر الخير وفي باطنه الخير، أو أن يكون على العكس من ذلك، في باطنه الشر وفي ظاهره الشر. والحال الثانية أن يكون سره أفضل من علانيته، فهو في ظاهر الخير لكن في سره أخير وأحرص على الخير، في ظاهر الصلاح لكن في سره أحرص على الصلاح. كما أجر عن ابن سيرين أنه كان في النهار يضحك مع الناس وفي الليل يقوم الليل ويبكي كأنما قتل أهل قرية. وكم من السلف من ضرب أروع الأمثلة في هذا الأمر العظيم، أن يكون ظاهر الخير وظاهر الصلاح وظاهر الاستقامة، ولكنه في سره أفضل وأكمل لحرصه على الخير أكثر لبعده عن الناس. وهذا الحال أفضل من الحال الأولى عندما يكون الإنسان ظاهر وسره سواء. فهذا وإن كان على خير، إن كان بالصلاح على خير، لكن الصنف الثاني الذي سره أفضل من علانيته وأصلح أفضل وأصلح منه. ولا بأس أن تظهر أعمال الإنسان أحيانا، لا سيما إذا أمن الرياء والعزب، كما ذكر عن أحد السلف أنه عند موته يرى ابنته وهي تبكي فقال: يا بنية لا تبكي، فقد ختمت القرآن في زاوية هذا البيت 4000 مرة. فالأصل الإخفاء، الأصل الإسرار، الإسرار بالأعمال، الأصل أن تجعل بينك وبين الله خبيئة من عمل. لكن إن كان هذا العمل مما يجب إظهاره فصلاة الجماعة والحج والعمرة والجهاد وغير ذلك من الأبواب التي لا بد من ظهورها، فلا يبرر الإنسان ظهورها. وإن كان العمل لا يجب إظهاره لكن أظهره ليتأتى به ويقتدى به أيضا فلا بأس. فهذه الحالة الثانية، أن يكون الإنسان في سره أفضل منه في علانيته. والحالة الثالثة وهي الحالة المهمة.
علانيته. فالله في علانيته ربما كان على خير وربما ظهر بمظهر الاستقامة والصلاح، لكنه في باطنه يسبح في المعاصي ويجري من المعاصي والذنوب سلما ولا يبالي بغضب الله عز وجل. فهذا هو الذي هو المقصود في الحديث: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأهمال أمثال جبال جهنم البيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال: أما إنه من أبناء جلدتكم ويتكلم بألسنتكم ويأخذون من الدين كما يأخذون الليل، أي عنده قيام الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كم من إنسان وكم من امرأة ربما تمسح رأس اليتيم وكأنها الرؤوفة الرحيمة وهي قاسية على أولادها مضيعة لحقوقهم. كم من امرأة تظهر على أنها صاحبة دين وخلق وصلاح واستقامة وهي في باطنها على العكس من ذلك. فلنحذر من هذا الحال المزري. يقول ابن القيم: احذر يا عبد الله أن تنقتك قلوب المؤمنين من حيث لا تشعر. يقول أبو ذر رضي الله عنه: احذر يا عبد الله أن تنقتك قلوب المؤمنين من حيث لا تشعر، إن الرجل ليبارز الله بالمعصية فيلقي الله بغضبه في قلوب المؤمنين، أي يفضح الله ما عمل المعصية من الناس عملها بالسر، ومع ذلك يعرف الله بغضه. فكم من امرأة قذفت بغضها في قلوب النساء بسبب ما تسر من الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي شح على الإنسان، لا سيما إذا كان ينتهي الله بها في الخلوات يعمل وهو أمام الناس على العكس من ذلك، والعياذ بالله. هذا يدل على النفاق وعدم الإخلاص وعلى عدم على الجرأة على المعاصي والذنوب. فما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في ذنوب الخلوات؟ إن ذنوب الخلوات ثلاثة أسباب لا رابعة لها. السبب الأول أن يعتقد الإنسان أن الله لا يراه، والسبب الثاني أن يؤمن بأن الله يراه ولكن يستخف بنظره، والسبب الثالث أن يستهويه طائف من الشيطان. أما السبب الأول أن يعتقد أن الله لا يراه فهذا كفر، فكيف يعتقد الإنسان أن الله لا يراه وهو القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان على كل شيء رقيبا، وكان الله على كل شيء حكيما، وكان الله بكل شيء عليما. فيرى ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية ولا يعجز شيء سبحانه وتعالى. السبب الثاني أن يؤمن بأن الله يراه لكن لا يبالي بنظر الله، غلبته نفسه الأمارة بالسوء واستهوته الشياطين فعلى المعاصي ولا يبالي بنظر الله، ربما يخاف لو حرك الريح بابه ولا يبالي أن الله عز وجل مطلع عليه. وهذا الذي يدخل في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم، ويدخل في حديث الإمام أحمد عن ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فهذا هو الحال المرجي والمآل المزري يوم القيامة والخزي العظيم. وأما السبب الثالث فأن يستهويه طائف من الشيطان، وهذا حال المتقين أنه قد يقع في المعصية تغلبه نفسه الأمارة بالسوء أحيانا، لكنه لا يقر نفسه على هذا الذنب متى ما تذكر عظمة الله وخاف من الله عز وجل، صحح سيره من الله عز وجل وتاب من الله وأطلع وندم، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يردونهم في الغي ثم لا يبصرون. فتراه سرعان ما يرجع، سرعان ما يتوب، سرعان ما يخشى الله عز وجل ويعود إلى الطاعة والإنراح للمعصية، وربما حصل له من الذل والانكسار ما لم يكن له من قبل، حتى أن الشيطان يتمنى أن لم يكن أوقعه في تلك المعصية. فهكذا يا
الله، نحارب أنفسنا، نحارب أنفسنا ونحارب شهواتنا، ونجتهد في الابتعاد عن الذنوب لا سيما في حال الخلوات. فإذا ما وقعنا لابد أن نشارع إلى الرجوع وإلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم الطائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليس المذنب من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط، لكن لا تقر نفسك على ذنب، لا يكون هذا ديدنك، لا يكون هذا منهجك. فلا تتشدد أرصدا تحديد الشيخ أرصدا هذه الأعمال التي ابتدت فيها من صلاة وصيام وتحضير وطلب علم. إذا كنت مصر على النظر إلى القنوات وإلى الفضائح ومصر على المعاصي ومصر على المهلكات، فأعلم أنك يوم القيامة ستأتي مفلسا من هذه الأعمال التي ربما قضيت فيها عمرك وقطعت فيها وقتك وبذلت فيها جهدك. هذه الأعمال ستذهب بعد الدورة، والله إنه لمن الخزي العظيم أن يأتي الإنسان يوم القيامة وإذا بأعماله تذهب هباء منثورا. أعمالك التي تعبت بتحصيلها والتي كفرت في صحيفة حسناتك، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال جهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. إنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قال ابن الجوزي: فالحذر الحذر من الذنوب لا سيما ذنوب الخلوات، فإن الإنسان لا يبارز الله بالمعاصي فيسقطه الله من عينه. وأصلح ما بينك وبين الله في السر وقد أصلح الله لك أحوال العلانية. لا بد يا عباد الله أن نعرف ما هي العواقب الوخيمة من ذنوب الخلوات. أول عاقبة وأعظم عاقبة للإنسان أن الله يحبط عمله كما سمعتم في الحديث، وهذا والله من أعظم الندامات يوم القيامة. تأمل لو أن إنسان تاجر قضى عمرا طويلا في التجارة ثم دارت تجارته أزلاق الرياح لسبب أو لآخر، كم يتحسر وكم يتندم وكم يتأسف. كيف لا وقد قضى عمرا طويلا في هذه التجارة ثم تذهب أمامه مباع مذورة؟ فكيف عندما تأتي مع تجارة الآخرة تذهب عليك أمامك وأنت تنظر يجعلها الله هباء مذورا بسبب هذا النهج المزري والسلوك المردي؟ أن الإنسان لا يبالي بقدر الله، يرتكب المعاصي ولا يبالي بالخلوات فيستمر عليها ربما شهور وربما سنين. فإذا لم يصلح في الدنيا جاء العذاب أيضا يوم القيامة. وهكذا يقول ابن القيم: أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وأن من أعظم أسباب الثبات عبادات الخفاء. فالإنسان يحرص على أن يكون في الخفاء أصلح وأفضل وأكمل وأقوم، لا أن يكون مترديا، فإن ذنوب الخلوات سبب للانتكاسات. وهذه هي العاقبة الثانية والعاقبة الوخيمة الأخرى التي يجريها الإنسان يوم أن يكون مصرا على ذنوب الخلوات، أن يختم الله له بالسوء. جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تأملوا يا عباد الله، هذا الرجل الصنف الأول يعمل بعمل أهل الجنة، ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، ما الذي أوداه في النار؟ قال أهل العلم: ولا يكون ذلك إلا بسبب استحق به أن يكتبه الله في آخر عمره بسبب تسليسة بينه وبين الله. انظروا يا عباد الله كم من إنسان تنكب على أم رأسه، كم من إنسان انتكس بعد استقامته، كم من إنسان كان على خير وهدى وإذا به يتغير حاله إلى المعاصي والذنوب بسبب أنه كان مصرا عليها في الخلوات فعاقبه الله عز وجل في آخر عمره. فالحذر الحذر يا عباد الله من ذنوب الخلوات، لا تجعلها ديدنك ولا تجعلها ديدنك بل ولا تبغيها في أحوالك لا بالقليل ولا بالكثير. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقاتل ويعجب الصحابة بقتاله، فلما رأوا الصحابة قتاله قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. قال رجل: فتتبعته فوجدته قد قتل نفسه. فانظروا يا عباد الله ما الله على الناس ذنوب
المعاصي التي كان يرتكب هذا الرجل. ما هو السبب الذي استحببه أن يكون من أهل النار وأن يكون بهذه الخاتمة السيئة؟ نسأل الله السلامة والعافية. الحذر الحذر والخاتمة السيئة، ومن أعظم أسبابها ذنوب الخلوات. كذلك أيضا من أعظم العواقب الوخيمة التي تلاحق الإنسان يوم أن يكون مسرا على ذنوب الخلوات أن الله عز وجل يفضحه. قال بعض السلف: ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله في قسمات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر عبد سريرة إلا أظهره الله في فلتات لسانه وقسمات وجهه. ما تشعرين أيها المرأة إلا وقد فضحت الله من حيث لا تشعرين. اتق الله وابتعد عن ذنوب الخلوات. وقال أحد السلف: ما لبس أحد لباسا في الخلوة إلا ألبسه الله مثلها في العلانية. أي ما أقر عبد على شيء في الخلوات إلا فضحه الله عز وجل بها أمام الناس. ما أسر العبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكما أن صاحب الخير الذي يعمل الخير في الباطن يظهر الله ريحه بين الناس ويظهر الله مكانته ويجعل الناس يثنون عليه ولا يعلمون ما خبره ولا يعلمون ما سره. فكذلك صاحب الشر وصاحب السوء الذي طالما ضرب الله بالذنوب بينه وبين الله في الخلوات إلا وسيأتي يوم يفضح بعد طول ستر. فلا تضيع فرصة الستر. سترك الله فابتعد، سترك الله فابتعد من هذا الذنب ومن هذه المعصية قبل أن تفضح. وعند ذلك يكون الندم في ساعة لا يزرع فيها الندم. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي إن من عواقب ذنوب الخلوات نزع الحياة من قلب العبد رجلا كان أمره فيما بينه وبين الله. إن العبد إذا أقبل على المعصية ولو كان في الخفاء تجب قلبه ويرفض بدنه وربما فعل المعصية على سرعة وعلى خفة. فإذا ما استبرأ تلك المعصية وأعجبته واستلذ بها فيأتي بها مرة أخرى وثالثة ورابعة وهو بدون أدنى خجل وكأنها حلال زلال. وهذا من أعظم العواقب أن يقدم الإنسان على المعصية بدون أدنى وجل من الله عز وجل. وإذا ما إذا كنت في ريبة في ظلمة والنفس داعية من الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من الله عز وجل. كيف تستحي من الخلق ولا تستحي من الخالق؟ هكذا لا تفعل المعصية بجرأة. إن فعل المعصية بجرأة يجعل الإنسان بعيد عن السوء والاستغفار، لكن إن فعلت سرعان ما تتوب وترجع وتستحي من الله حاسب نفسك حتى لا تستمر المعاصي وتكون ديدنك وتكون سلوكيا سلوكا في حياتك. هكذا أيضا من العواقب الوخيمة أن هذه الذنوب والمعاصي سبب للهلاك والعياذ بالله. لا تأمن يا عبد الله، لا تأمن يا عبد الله أن يأتي الله عز وجل بالعذاب في ساعة الذنب وأنت في خلوة لا يشعر بك أحد وترتكب المعصية. لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كم من إنسان مات على زنا، كم من إنسان مات على لواط، كم من إنسان مات على شرب الخمر، كم من إنسان مات على والدين، كم من إنسان مات على السب واللعب، كم من إنسان مات على الفواحش والمنكرات، ولا يريد ذلك ولا يتمناه. ومع ذلك جاءت العاقبة الوخيمة بسبب تلك المعصية في السر. كان ربما سرير ولا يشعر به الناس، ها هو يظهر على خاتمة سيئة ويبعث المرء على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو العلاج عباد الله؟ كلنا نشكو من هذا الذنب الخطير وكلنا نشكو من هذا الأمر العظيم. ما هو العلاج؟ العلاج يأتي في أمور. أولها أن تعرف الله حق المعرفة وأن تتعرف على أسماء
سبحانه الله عز وجل وصفاته. فبالعلم يدنو الخشية ويدنو التقوى في قلب العبد. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقبل على العلم، لا سيما علم التوحيد والقراءة في كتب التوحيد والتعرف على أسماء الله وصفاته. تقرأ في عظمة الله وفي كبرياء الله وفي جبروت الله عز وجل، ينمو في قلبك الخشية والذل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فما يفعل الإنسان المعاصي في الخلوات إلا على قدر ما في قلبه من الجهل بعظمة الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وما قدر الله حق قدره، ما ستتجرى يعتبره وما ستتجرى إن يامت الله على الذنب والمعصية إلا على قدر ما تجهلين من عظمة الله وعلى قدر ما يكون في قلبك من عدم الخشية وعدم الرغبة فيما عند الله عز وجل. وهكذا أيضا من العلاج في ترك ذنوب الخلوات تحقيق التقوى في السر والعلن. أنت مقتنع بتقوى الله في العلن، فما الذي يجعلك تتخلى عنه في السر؟ لماذا تتخلى عن تقوى الله في السر وأنت تريد منك لباسا أمام الناس؟ أين تقوى الله؟ إن التقوى الحقيقية التي تكون في الخلوات. يمر ابن عمر على راعي غنم فيقول من وشاه، قال: إنها ليست لي وإنما لسيدي. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال العبد: إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ فبكى ابن عمر وذهب إلى سيد هذا العبد واشترى من العبد وأعتقه واشترى القطيع والغنم وملكه إياه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا يراود أعرابي عربية ويقول لها: نحن الآن في مكان لا يرانا إلا هذا الكوكب. فقالت المرأة: فأين كوكبها؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب. حقق التقوى يا عباد الله، وتدين به بالسر كما تتدين به في العلن. كذلك أيضا من أعظم العلاجات لترك ذنوب الخلوات الحياء من الله. أنت تستحي من ولد صغير أن يرك على المعصية أو على الفاحشة أو على المنكر، فلا تستحي من الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وشق سمعك وبصرك وأعطاك من النعم العظيمة ما لا تستغني عنها. فإن الحياة من الله عز وجل. إنك لا تستحي من رجل قدمك لك خدمة، إنك أمت الله وتستحين من امرأة قدمت لك بعض الخدمات تستحين أن تحسينها أو أن تمكنين معروفة أو أن تفرقي بالإحسان إليها. فكيف لا تستحي من الذي لا تنقطع نعمه عنك طرفة عين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال يا رسول الله: إنا لنستحي والحمد لله. قال: إن من استحيا من استحيا من الله حق الحياء أن يحفظ الإنسان الرأس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن من الحياة أن تحفظي الرأس وما وعى والبطن وما حوى من الذنوب والمعاصي سواء في السر أو في العلن. وهكذا أيضا من أعظم أسباب أو من أعظم العلاجات في ترك الذنوب والمعاصي الدعاء كدعاء الغريب. تلجأ إلى الله عز وجل أن يبعدك الله عن الذنوب في الخلوات كما أبعدك في الجلوات. كان من دعائي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك العدل في الغضب والرضا، وأسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك مرض العيش بعد الموت، وأسألك مرض النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زين لجنة الإيمان واجعلنا زاد المهتدين. فمن ضمن هذا الدعاء: أسألك خشيتك في السر والعلانية. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالإنسان لا يستغنى عن الدعاء، فليجعله سلاحه في كل
جلب كل خير ودفع كل شر. ومن أعظم الشرور التي تستدفع ذنوب الخلوات. فليكن دعاءك مستمرا في أن الله يرزقك التقوى في الباطن كما رزقك في الظاهر، وأن يصلحك الله وأن يثبتك الله على التقوى حتى تلقاه، وأن يعيدك الله عز وجل عن ذنوب الخلوات. إن المتأمل في نماذج المتقين يرى العجب المجاد في ضرب أروع الأمثلة من رجال ونساء في ترك ذنوب الخلوات مع قدرتهم عليها. ففي حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحدر على الصخرة من الجبل فسدت عليه فم الغار، ما الذي أخرجهم؟ ما الذي كان سببا في نجاتهم؟ إنه تقوى الله عز وجل. وفي ضمنهم رجل كان مشددا لتعلمه وتعلق بها تعلقا شديدا، حاول معها عدة مرات فلم يفلح. فلما جاءت إحدى المرات قد احتاجت إلى شيء من المال أعطاها 120 دينار ذهبي على أن تمكنه، فمكنته. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقال عنها وهو يحبها ومتعلق بها وترك الذهب الذي لها، قال عنها خوفا من الله فنجاه الله عز وجل من ذلك المكان. انظر ماذا يفعل التقوى، انظر عندما يراقب الإنسان ربه ماذا يضرب من أمثلة وماذا يفعل من طاعات. كان هذا العمل سبب لنجاته من موت محقق، سبب لخروجه من جوف الجبل. ما أعظم هذا المثال وما أعظم هذا التقوى في قلب هذا المؤمن. وهكذا يوسف عليه السلام في غربته وقربته وفي شبابه وفي عند شبابه والمراهية التي تناوله وهي ذات ملك وذات جمال، ومع ذلك لما كان مراقبا لله عز وجل جعله الله عز وجل في مدأ وفي بعد عن الفاحشة. إنه من عبادنا المخلصين، فصار يدعو ربي أروح ربنا في التقوى والخشية في السر والعلانية. وهكذا أيضا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فالله الله يا عباد الله، الله الله يا عباد الله في ترك الذنوب والمعاصي. علينا جميعا أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي شر، الذنوب والمعاصي هلاك، الذنوب والمعاصي شماء، الذنوب والمعاصي ضرر وخسارة على الإنسان في دينه وفي دنياه تدمر عليه حياته. رجل كان وامرأة، كم من إنسان كان في عز صار في ذل بسبب الذنوب والمعاصي، كم من إنسان كان في راحة صار في عنا بسبب الذنوب والمعاصي. لو لم يكن إلا أن الإنسان متوحد بالنار لكان كثيرا بكل عاقل وعاقلة أن يبتعد. فكيف والعواقب العاجلة كثيرة قبل العاجلة. أسأل الله أن يكرمه يجعلني وإياكم ممن يهتمون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لخشيته وتقواه في السر والعلانية، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى هنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.